السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يلا حياتي. مش عارفة إيه آخرة اللي أخوك فيه ده. آخرته خير إن شاء الله يا ماما. وبعدين سليم مش صغير، هو أكيد عارف هو بيعمل إيه. ربنا يحفظه يا بنتي، هو واللي زيه. أدعيله بس يا حياتي. أدعيله. من عينك جيك يا سليم يا ابني. يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي يا رب. السلام عليكم. يا صلاحي، حتى الأموات ما بقى لهمش حرمة عندكم. سليم فين يا هوان؟ مفيش حد هنا يا فندم. قلبنا الدنيا ملوش أثر. فتشوا تاني وتالت، خليكوا وراها لحد ما تلاقوه. حاضر. يلاقوا مين بس يا صلاحي؟ وسليم ايه اللي هيجيبه هنا؟ سليم دلوقتي تلاقيه في مكان بعيد، مفيش حد يعرفه. احتمال، بس لازم يكون عندك فكره ان انا هفضل وراه لحد ما اجيبه. بقى لله. بصراحة سليم باشا أنا مش عارف أقول لسعادتك إيه، إنه عليك تفتكرني دون عن الخلو كلها وتتصل عليا، فده شرف ليا يعني. شكرا يا هودة. بس هو لسه بعيد على البنت؟ لا بعونك يا رب، ربع ساعة إن شاء الله ونوصل. إن شاء الله. كان شكله زعلان قوي وقعد يقول لي كده، يا فريدة محدش فيكوا يجي يزورني الفترة دي كلها. ماشي يا سلام، أنا مش هتأخر عليكم، ساعتين وهكون عندكم. باي باي. كده تمام. صلاح اتوخي زمنه بيسمع المكالمة ويسبقنا على هناك. بقول لك ايه؟ هتلاقي الافرولات عندك في الشنطة بره. ماشي، يلا اطلعي، انزل في دوسة ابراهيم. اطلع وراه. يا اهلا وسهلا يا سليم بيه، اتفضلوا اتفضلوا، بيتك ومطرحك نورت المكان. يا اهلا وسهلا، المنطقه كلها نورت حبيبي. اتفضل، نزرنا النبي النهارده. بسم الله ما شاء الله. اتفضل سعادتك، اقعد هنا. اتفضل اتفضل، بسم الله ما شاء الله. اتفضل اتفضل حضرتك. يا اهلا وسهلا بيكم، نورت المنطقه والمكان كله. معلش يا حوده، انا ربيت لك الدنيا يومين ثلاثه بس لحد ما اظبط اموري.
عشان خاطري. كتاب الله ما انت مكمل كلامك يا سليم بيه، يعني لولا كان البيت ده اتخرب. وبعدين انا عايزكم تاخدوا راحتكم على الاخر، مفيش حد هنا، العيال في المدرسه وهيام مراتي في السوق قدام ياما عقبال ما تيجي. انتوا شكلكم تعبانين وعلى لحم بطنكم، يعني انا هعمل لكم كوبايتين شاي. شاي فعلا يا باشا كريم زي ما سعادتك بتقول. سليم الأنصاري ضحك علينا يا وليد، بعتنا المقابر عشان هو يعمل أي حاجة تانية، بس أنا دلوقتي بقيت متأكد إن فريدة على اتصال بسليم الأنصاري وعارفة كل تحركاته. بيني وبينك أنا مش فارقة معايا حكاية إنه ضحك علينا دي، هي الدنيا كده، يوم ليك ويوم عليك. هو هيروح مني فين؟ أصير أجيبه وأسلمه بنفسي ولبسوا الكلبشات. أنا اللي فارق معايا بجد هو بيفكر فيه. سليم الأنصاري بيفكر يعمل إيه الخطوة اللي جاية. ده دين النبي يا سليم بيه، ده اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلويته. دول موقعينكم في مصيبة أكبر من اللي كنت واقع فيها زمان. بس أنت لقيت اللي صدقك ويمشي ورا كلامك يا استحودة. إنما إحنا لابسين لابسين. تقولش كده يا عم الحاج. اللي بعت لي سليم بيه زمان من غير حتى ما أعرفه ولا يعرفني، قادر سبحانه وتعالى يبعت لكم اللي غيتكم وينجيكم من البلد ده. من بقك لباب السماء. معلش يا حودة. أنا عارف إن إحنا بلوة بليد بيه. أوعى تقول الكلام ده يا سليم بيه. يا عم سيبك من الكلام ده، أنت مش ناقص. بس انا محتاج بني ادم محدش يعرف عنه حاجه لحد بس ما اظبط اموري واعرف انا هعمل ايه. صلي على يشفع فيك يا سليم بيه. عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش سعادتك كل شويه تقول لي الكلمتين دول. انتوا هنا ضيوفي وفي حمايتي وفي رقبتي والاخر نفس في حياتي، ان شاء الله تقعدوا عندي 10 سنين كمان. سعادتك تطلب وانا عليا انفذ. مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كل ده عشان ارد لك الجميل اللي انت عملته فيا زمان؟ وندر عليا يا سليم بيه، ما هسيبك غير لما نكشف ملعوب ولاد الحرام دول. رغم ان انا واخد عهد على نفسي يعني ما ارجعش لسكه الحرام، بس زي ما بيقولوا كده احنا الشقاوه فينا بس ربنا هدينا. ماشي يا حود، انا فعلا عايزك تساعدني في حاجات كتير، لان انت عارف طبعا مش عارف اتحرك براحتي. بس قبل ما نفكر في ولاد الحرام انا عايزك تساعدني في حاجه تخص واحد ابن حلال. ازازة سنان، شاب زي الورد وقلبه محروق على دم ابنك، وفوق كده متربي وابن ناس، تقفل الباب في وشك ده. يا حاج انا بقيت وحدانية ومليش حد ومانيش حمل بهدالة ومرضية حكومة. اللي انت بتقوليه ده يا سنان؟ طب قسما بالله العظيم ثلاثة، ما في مخلوق على وجه الارض يجرؤ يلمس شعرة منك طول ما انا على وش الدنيا. بالظبط كده يا حاج. بعدين يا امي احنا عايزين نخلي منك صوره لكل ام، صوت حضرتك لما يوصل لكل الناس ساعتها مفيش مخلوق قادر يقرب منك، هتبقى محميه وسط الناس ومع الناس. ولا يا متر؟ رامي بيتكلم صح وعنده حق يا ام زياد. انت ام الشهيد، يعني الحكومه هي اللي هتدور عليكي وتجيب لك حقك وتراعيكي وتخاف عليكي. مش عارف اعمل ايه. الكلام السنه اعمل امر ربنا، وانت كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تساعدي الاستاذ وزمايله في اللي هم بيعملوه، زي ما انا وابني هنساعدهم بالظبط لغايه ما الحكومه تشوف شغلها بالمظبوط وتجيب المجرم اللي هربوه ده وناخد حقنا منه. قلت ايه؟ خلص يا ست سناء بقى. يا حوده هتعمل ايه؟ لو سعادتك يعني هداله ازاي من غير حتى ما ياخد باله؟ اقول لك بعدين. بس الراجل ده طلع جدع معايا ومع اهلي، ولا ما هربت منه اذيته غصب عني، وسلاحه الميري كمان يضيع، دي مصيبه، لو اتحكم مستقبله هيضيع. ماشي سعادتك اللي تؤمر بيه. خلي بقى ده معايا لحد ما تجيب لي حته سلاح. هتعرف ولا هتعمل لي خضره شريفه دلوقتي؟ بصراحه يا سليم بيه انا بطلت الشمال ده من زمان، بس عشان خاطرك انت مقضيه باذن الله. ماشي امسك، خلي الفلوس دي معاك، هات لي حته السلاح والباقي مصاريف.
ايه ده سليم بيه يا عم؟ امسك. لا سعادتك كده بتشتمني. مش حوده سيطره عم الجدعانه اللي ياخد اجره ضيوفه يعني؟ يا عم اجره ايه؟ انا عارف ان الظروف ضيقه. ماشي سعادتك، هاخد فلوس السلاح بس مش هاخدها الا بعد ما اجيب لك حته السلاح. عيب سعادتك كده. ما تقلقوش يا جماعه، ده هيام مراتي. هيام سلمي على الضيوف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا اقعدوا. اتفضلوا. هيام بقول لك ايه، انا عايزك بقى توري الضيوف نفسك في الطبيخ عامل ازاي وبسرعه. حاضر من عينيا. بس مراتك شكلها بنت حلال. غلبانه بس زنانه زي كل النسوان، انما جدعه واقفه معايا على الحلوه والمره. بس احنا كده هنخليها مش قاعده براحتها في البيت وهنعمل لك دربكه. بص يا سعاده الباشا، انا مش عايزك تقلق خالص، ده بيتك ومطرحك وانت اعتبروا هنا اصحاب مكان، وانا سعادتك عامل حسابي يعني. انا عندي اوضه فوق السطح نظفتها وروقتها، كانت مخزن قبل كده، لكن خليتها 100 فل و14. هنتغدى نسلم على العيال ونشرب الشاي ونطلع عشان ترتاح. وانت عندك عيال يا استحوده؟ يا انا افتكرتك اخرس يا راجل. عندي حمزه وياسين. ربنا يخليهم لك. ماشي يلا بينا. ايه في ايه؟ البنات وامهم وحشيني قوي. يا ترى عاملين ايه دلوقتي؟ ان شاء الله كويسين. بعدين ما تقلقش، هنشوف صرفة تطمن عليهم وكمان اخليك تشوفهم. مبسوط يا عم؟ ربنا يخليك سليم باشا. والله خالتي انا اول ماما قالت لي جيت عليكي جري على طول من غير حتى ما اغير هدومي. ربنا يخليك لينا حبيبي وما يحرمناش منك ابدا. وانت راجلنا دلوقتي يا اشرف، بس انت برضه يا اخويا مالكش حق. كان لازم تقعد مع اهلك شويه، تغير هدومك، تاكل لك لقمه وتريح جدتك، وبعدين كنت جيت تنتجشك في اخر الدنيا. يا خالتي الكلام اللي انت بتقوليه ده، اكل ايه وراحت ايه واحنا في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ طبعا ابراهيم ما كلمكمش ولا بعت لكم اي حاجه من ساعه ما هرب. ولا نعرف عنه اي حاجه يا حبيبي. معلش ان شاء الله خير. خير يا خالتي ما تقلقيش. يا رب. قومي يا نوره اعملي لقمه لخطيبك يا حبيبتي عشان ياكل. حاضر يا سلمى. امسكي يا خالتي. ايه ده يا اشرف؟ دول قرشين كنت شايلهم لزوم تشطيب الشقه بتاعت النضوره، بس انا عارف الظروف عامله ازاي دلوقتي، خليهم معاكي. فلوس ايه يا اشرف اللي هاخدها منك؟ انت حبيبي اولى بكل قرش. كنت الاول يابا بتشتغل واهو قرشين كانوا بيسندوا، لكن دلوقتي انت في الجيش. كفايه عليك هم ابوك وامك يا ابني. يا خالتي عيب عليكي، مستوره والحمد لله. وبعدين انا بقول لك الفلوس دي تشطيب الشقه بتاعت النضوره، يعني الفلوس دي فلوسها، وانتوا اولى بيها من اي حاجه تانية في الدنيا. اقسم بالله خالتي انا معايا اكتر منهم وكنت حشتهم عنكم. ما يقدر على القدره غير ربنا يا حبيبي. عموما ما تقلقيش ولا تحملي هم، انا نازل من الجيش اجازه اسبوع وهعدي عليكي كل يوم. لو احتجت اي حاجه اي حاجه خالتي قولي لي على طول، ما تكسفيش مني. ربنا يحميك يا اشرف ويخليك لينا حبيبي ويفك الكرب عنا يا رب قادر يا كريم. احنا غلابه ومناش غيره. اللهم امين يا خالتي. يمسك عم رفاعي. ايه دول؟ 5000 جنيه، احنا شركاء بالنص في المصلحه دي في كل حاجه، ولطفي اداني بريزه، انت النص وانا النص. بريزتي ايه يا عم زناتي؟ هو مش متفق معاك على 100,000؟ هو هيكون ناوي يلحس كلامه بالضيخه ده؟ يلحس كلامه مع مين يا دي عبيط انت؟ ده انا زناتي. امال ايه دول؟ عربو دفعه اولى. واحنا هنقتل بالقسط يا زناتي؟ كده تبقى خلصانه على المحاره. شش وطي صوتك. ما شافوهمش هم بيسرقوا، شافوهم بيتحاسبوا. وبعدين الراجل كان ناوي يدفع الفلوس على بعضها لولا هروب ابن الدايخه ده. مالناش فيه؟ يعني كنا احنا اللي هربناه؟ معلش برضه الراجل من حقه يطمن. يعني احنا بقى هنلبس من تحت راس تسليم ده؟ افرض فضل هربان. مش هيحصل. ولو هروب طور انا هقف للطفي، ما تشغلش بالك انت. وبعدين انت من امتى حامق كده؟ ألف لك سيجارة. السلام. هام دي بتعمل أكل ولا السلاح النووي؟ بسم الله ما شاء الله، الملوخية طعمها إيه؟ من كتر حلاوتها الواحد مش عارف يبطل أكل.
تسلم ايديكم يا حمزه، معلش تعبناكي معايا. يا لهوي تعبك راحه يا باشا، والله ما يجي من بعد خيره. ربنا يكرمك. ادي يا سيما بتاكلش ليه؟ شبعت. ياسين ده بقى جدع، ده ملك الاحساس وعم العالم وصاحب السعاده كلها، صح ياسين؟ اه بغلبه في رزقي كل يوم. ما شاء الله ربنا يسعدك. حمزه ابني. السلام عليكم. وعليكم السلام، تعالى كل يا حبيبي. لا مش جعان، لما اصحى باكل. ايه ده يا ياض؟ تعالى سلم على الضيوف يا ياض. انا قلت السلام عليكم. معلش اصل الواد حمزه بالراوي شويه يعني. يا سيدي العيال كلها كده، ده انا عندي عيله صغيره قد كده وما بعرفش اتكلم معاها كلمتين. بكره يكبر. قومي شوف الواد ده وتحط له اكل في الاوضه، خليه يطفح، تلاقيه ميت من الجوع، هو ما بيحبش يقعد مع ناس ما يعرفهاش. يلا قومي. حاضر يا اخويا. قومي يا ياسين. بقول لك يا حوده، مراتك هي عارفينها وضمنينها والدنيا تمام، بس الواد ده لسه صغير واكيد ليه اصحابه بيروح ويجي واكيد بيقعد على النت يشوف صوره كده ولا كده الدنيا تبوظ. لا 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 سليم باشا اطمن سعادتك، الواد حمزه ده لا ليه في التلفزيون ولا في الجرايد ولا في الزفت اللي اسمه النت ده. بعدين اطمنك اكتر، يعني الصوره اللي نازله لما عليك في التلفزيون كانت باللبس الميري، انما سعادتك هنا يعني مختلف شويه. مختلف يا حوده؟ يعني مش هيعرفوني يعني؟ قسما بعز الجلال الله سليم بيه، انت هنا امان الامان. بعدين الناس هنا طيبه، ما لهمش في حاجه ولا شاغلين دماغهم بحاجه. اقول لك والله هتلاقيهم ما سمعوا عن الحكايه دي خالص. ازاي بس يا اسطى حوده؟ ده الجرايد فتحانه وقلبين الدنيا علينا. انهي دنيا اللي مقلوبه يا ابو خليل؟ يا عم والله اقول لك على حاجه، لو انت قاعد في البيت كنت هتشغل دماغك بحاجه زي كده؟ ابدا يا عم. الناس اللي بيشغلوا دماغهم هم نوعين، يا اما الحكومه يا اما ناس دماغها فاضيه. انما الناس هنا عندنا غلابه، تنام بدري عشان تصحى تدور على لقمه عيشها. صدقني زي ما بقول لك كده، الناس حتى لو فرضنا ان هم فتحوا التلفزيون، عارف هيعملوا ايه يا ابو خليل؟ هيقعدوا يتفرجوا على التلفزيون كده ويشوفوا انه في ظابط موت عيل صغير، وبعد كده يقعدوا مصمصوا شفايفهم بس ويقوموا يناموا. يمصمصوا شفايفهم؟ هم هنا بيمصمصوا شفايفهم بعد ما ظابط يقتل عيل؟ الله يطمنك. ايوه حوده، بس الدنيا هنا كلها عارفه بعضيها، الواد لما يشوفوا عندك حد غريب كده يجي يسالوك ده مين؟ في دي عندك حق يا سليم بيه، بس بصراحه ما تشغلش دماغك يعني. اي حد يسالنا هنقول ان انتوا قرايبي جايين من البلد وقاعدين عندي لحد ما تلاقوا شغل. احنا بقى نقوم ايه، نشرب كوبايتين شاي ونحبس كده ونروق، وبعد كده نطلع على الاوضه افرجها لكم عشان انتوا تعبانين وعايزين تناموا، صح كده؟ ماشي يلا. حمزه عيب يا حمزه يا حبيبي، ما يصحش كده، انت كبرت على الكلام ده. ايه بتقولي انا؟ ما تقولي له هو. هو عيب يا حمزه، ده ابوك. وبعدين هو كان عمل لك ايه؟ مش انت اللي دخلت وما سلمتش على الضيوف؟ انا مالي ومال الضيوف؟ هما جايين لي انا ولا جايين له هو؟ بس يا حمزه بعدين مين دول اصلا؟ قرايب ابوك من البلد. اديك قلت اهو، قرايبه وضيوفه، يعني انا ماليش فيه. عيب يا حمزه يا ابني، انت كبرت على الكلام ده. العمايل دي غلط، ده اخوك الصغير ما بيعملش كده. بقول لك يا ماما، بلا ابوك بلا اخوك، انا ما عملتش حاجه غلط. واذا ما انا سيبكم في حالكم، انتوا كمان سيبوني في حالي. يخصح عليك. ادخل. دي شرايط كاميرات البنزينه؟ اه يا فندم. وريني كده، لان انا متاكد ان في حاجه حصلت في البنزينه. بص يا فندم هنا اهو. اه. فريده وهي داخله البنزينه؟ ايوه. استنى وقف هنا كده. العربيه مش باينه، ده بوزها بس اللي باين. اه يا فندم، ما الحته اللي ركنت فيها فريده دي الكاميرات مش جايباها كلها. اه مش غريبة قوي انها تركن في مكان الكاميرات مش شايفاها؟ قصدي سعادتك يعني. بص، مفيش حاجة بتحصل في الدنيا صدفة، مش صدفة انها تركن في مكان الكاميرات مش شايفاها فيه. بص يا وليد، فريدة دي ممكن توصلنا لسليم، عشان كده مش عايز عينيكوا تغيب عنها ابدا، ليل ونهار، تتراقب ليل ونهار. وإذا كان عارف يهرب مننا المرة دي، ما تفتكرش انه يعرف يهرب مننا مره تانيه. ترى انت فين يا سليم؟ اتفضل يا سليم باشا. والله انا مكسوف من سعادتك، يعني انا عارف ان المكان مش قد المقام، بس قسما بعز الجلال الله هو ده المطرح اللي عندي. يا عم حاجه زي الفل، انت عملت الواجب بزياده. بعدين يا عم انا ظابط قوات خاصه، شفت حاجات اصعب من كده بكتير. وابراهيم يعني مش من جاردن سيتي، ابراهيم حلو ويعجبك ويستحمل، مش كده هيمه ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا، على الاقل ارحم السجن.
بعد اذن سعادتك لمؤاخذه. يا اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. يا اهلا وسهلا، المكان نور يا سليم بيه. تفضل تفضل سعادتك. انا عارف ان هو مش قد المقام يعني، معلش يعني. بقول لي سعادتك ايه، انا عملت حسابي يعني في شاي وسكر وكمان غلايه، وعملت حسابي في بطاطين لان الجو بيبقى رصاص بالليل، ولمؤاخذه يعني سعادتك دوره المياه هنا. وبالنسبه للاكل، فطار غدا عشاء، هيام هتقوم بالواجب. ولو سعادتك يعني مش حابين تاكلوا تحت عندنا، نطلع لكم الاكل فوق، واي حاجه تامروا بيها رقبه السداد. ربنا يخليك يا حوده، اتكل انت على الله، بس ما تنساش حته السلاح اللي قلت لك عليها. بالاذن سعادتك. حاضر، بعد اذنك. يا ايمن، مش عاجبك المطرح؟ تحب احجز لك في فندق؟ الحمد لله بيه، واحنا كنا لاقيين حاجه. صلى على النبي بقى، اكيد لسه برضه خايف على اهلك. قلت لك يا عم خلاص ما تقلقش، هطمنك عليهم واخليك تشوف. وبعد ما تطمن يا بيه هنفضل كده؟ انا مش عارف اخره اللي احنا فيه ده ايه. قلت لك امشي وسيبني، مالكش دعوه بيا. فضلت لازق في ظهري وماشي ورايا، اعمل لك ايه طيب؟ هسيبك واروح فين اسلم بيه؟ هديني معاك، على الاقل انت بتلاقي اللي يقف جنبك ويساعدك. انما انا الاقي مين؟ انا ماليش حد. يا عم بقى ما تزودش على الهم، انا مش ناقصك. خليني افضي دماغي عشان اعرف افكر هعمل ايه. معلش يا بيه، انا اسف. معلش حقك عليا. يا عم ولا اسف ولا حاجة. معلش يا هيما، ربنا يسهلها ان شاء الله. بس انا ما عنديش حاجة اقولها لك تريحك. كل اقدر اقوله لك اول ما افك مصيبتي واثبت براءتي، مش هسيبك. هفضل معاك لحد ما اخلص لك مصيبتك واثبت لك برضه براءتك. بجد يا سليم بيه؟ بجد يا هيك. هتنام فين بقى؟ هنا ولا هنا؟ يا انا في اي حته. انا لو سندت على اي حيطه هنام من كتر التعب. قبل ما اقوم.